بونجور تو الموند. اليوم حنديرو معاكم مسكوتو، حنديروها بثلاثة حبات بيض. لو مول اللي حنطيب فيه المسكوتو تاعي لو ديامتر تاعو 20 سنتيمتر. شوفوا انا دائما نعطي لكم لي ميزور تاع لو مول اللي حندير فيه لا كونتيتي تاع لي زانغريديون. الوغ لو مول تاعي قلت لكم 20 سنتيمتر، بيان سور بور فاريني. انا حنستعمل هذا لو مول، هذا جو سي بلي يكون عندكم هذا لو مول. قلت لكم 20 سنتيمتر دو ديامتر. الوغ هنايا عندي 3 حبات بيض، سيباريت لي بلون مع لي جون. عندي السكر، عندي 180 غرام سكر، عندي الحليب 100 غرام تاع الحليب ولا 100 مليليتر تاع الحليب. عندي هنا الزيت، عندي 100 غرام تاع الزيت، عندي لافاني ليكستري دو فاني، وعندي ان زيت دو سيترون. والفارينا عندي 350 غرام تاع فارينا، وبيان سور لا لوفور شيميك عندي باكي ونص. الوغ دابور باش نبدا هنا لي 3 بلون ديالي نضربهم شويه بالبيترين، تقدروا تستعملوا الباتوره، نضربهم شويه رغوه، ومن بعد نحط لهم 2 مغارف تاع السكر، نحط بوحده بوحده. هنا لازم نخدم اون مورينغ. الوغ دوك هنايا يطلع لي الموس دابور، ومن بعد نحطو 2 مغارف تاع السكر كيما قلت لكم، نحط بوحده بوحده. فوالا نتحصلوا على اون مورينغ. هذا اللي يخلي لكم المسكوتو تاعكم ولا الكيك تاعكم يجيكم خفيفه. دوك هنا لا مورينغ ديالي نحطها في ريسيبيون. دوك هنا نحطو لي 3 جون تاعي. هنا البيض تاعي كبيره، ولكن البيض تاعكم صغير ديروا 4. هنا نحطو نكملو لو غاز تاع السكر اللي قلت لكم 180 غرام، نحينا 2 مغارف. هنايا نخليه يضرب يدوب لي الفوليوم، و ميم طون لو ميلونج تاعي يولي بيضه. هنا نسيت ما حطيتش لا بانسي تاع سيب، بصح ما سي با طرو طار. هنا شوفوا دائما ديروا لا بانسي تاع سيب في الكيك تاعكم ولا مسكوتوا. هنا نبدا نحط الزيت تاعي اللي قلنا 100 غرام تاع الزيت، نحطو اون فيلي ونخليه يدوب لا بروميير فيتاس. نزيد نحط الحليب تاعي اللي قلنا 100 مليليتر، نحطو اون فيلي بلا بروميير فيتاس. هنا نحط لافاني. نحط زيت دو سيترون، تقدروا ميم ديروا زيت دو سيترون وزيدوا زيت تاع تشينا. نحطو 350 غرام تاع فارينا، فارينا تاعي توجور مصيرة، نديرو باكي ونص. نحطو على خطرة، نخليه يضرب في لا بروميير فيتاس حتى نشوف لا فارين تاعي دخلت بيان مع لو ميلونجا. شوفوا هنا لو ميلونج
تجي ثقيله. نستعمل الفوي، نحط لاميغين تاعي نحطها اون 3 فوا، معلوم نخلط نورمال باش لو ميلونج تاعي نردو شويه خفيفه. وهنا نكمل نحط لا دوزيام بارتي ونخلط من فوق لتحت حتى نكمل كاع لا كونتيتي تاع لا ميرينغا. نستعمل لا ماريزا نكمل لو راست. فوالا كي نشوف لا ميرينغ تاعي تخلطت بيان، شوفو نتحصلو على لا تيكستور، يجينا روبان. هنا نحكم المول ديالي، نديرو ميم نيفو باش ما تجيناش جهه طالعه جهه هابطه. بيان سور لازم تحطو لي مول تاعكم باش يخرجوا لي بولدارا. دوك هايدا نديرو في الفور، الفور تاعي شعلاتو على 180 درجه مئويه، كي ديباسيو لي 20 مينوت باش تفقدو المسكوتو تاعكم رطب. بصح قبل ما ندخلو للفور نخليه 5 مينوت يريح وندخلو للفوق، كي يوجد المسكوتو تاعنا نولو ليكم ان شاء الله. فوالا المسكوتو ديالي دوك هكذا لازم نحي تمتم باش ما يتنداليش، نحطو ديراكتومون سيغ اون غريا راهو سخونه. بسم الله. فوالا فوالا المسكوتو تاعنا دوك هكذا نخليه حتى يبرد وان شاء الله نقطعو لكم وتشوفوه الداخل كيفاش يجي. فوالا شوفو 3 حبات بيض خرج لنا مسكوتو شباب ويجي بنينه. و بيان سور تحبوا ديروا لنا باج، تحبوا ديروا لا كونفيتور، ولا تحبوا ديروا دو سكر كلاص نتوما ولو غو ديالكم. شوفوا المسكوتو تاعنا يجي بزاف خفيف، شوفوا نقول لكم عطيت لكم اون ريسيت ناجحه 100%. فوالا دوك نخليه حتى يبرد ومن بعد ان شاء الله نوريه لكم كي نقطعه لكم وتشوفوه معايا. اي كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا جام، يجيكم جديد. على بروشان.